لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضلة الإبل. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. رجال هذا الإسناد ستة: عبد الله بن محمد ابن عبد الله ابن جعفر ابن يمان الجعفي مولاهم البخاري، ثقة حافظ جمع المسند، وهو المعروف بالمسند لكثرة اعتنائه بالأحاديث المسندة. قال الحاكم: سمي المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة بما وراء النهر. وقال أيضا: هو إمام الحديث في عصره بما وراء النهر بلا مدافعة، وهو أستاذ البخاري رحمة الله على الجميع. ومن اللطائف أنه قد أسلم جد الإمام البخاري على يد يمان جد المسندي رحمة الله عليه. انفرد الإمام البخاري بالرواية عنه من الستة، وروى أبو عيسى الترمذي عن البخاري عنه. له في الصحيح 200 حديث، وتوفي سنة 229 من الهجرة. أبو عامر هو عبد الملك ابن عمرو القيسي العقدي البصري، ثقة أخرج له الأئمة الستة، وتوفي سنة 204 أو 205 من الهجرة. أما سليمان بن بلال أبو محمد التيمي مولاهم المدني، ثقة احتج به الأئمة الستة، وقيل كنيته أبو أيوب مولى عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويقال مولى القاسم ابن محمد. توفي سنة 177 من الهجرة. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المشهور بربيعة الرأي، ثقة فقيه مشهور، كان من أئمة الاجتهاد، وعنه أخذ الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله على الجميع. أخرج له الأئمة الستة، وتوفي سنة 136 من الهجرة. يزيد مولى المنبعث بصيغة اسم الفاعل مدني صدوق، أخرج له الأئمة الستة، وليس له عند الشيخين البخاري ومسلم إلا هذا الحديث. أما زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن أو أبو طلحة المدني، صحابي مشهور، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، له 180 حديث، اتفق له على خمسة،
وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث أخرج له الأئمة الستة. مات رضي الله تعالى عنه بالمدينة، وقيل بل مات بالكوفة سنة 68 من الهجرة، وقيل سنة 78 من الهجرة، عن 85 سنة. لطائف هذا الإسناد، هو من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، الإسناد سداسي، فالوسائط ستة. أيضا أنه مسلسل بالمدنيين من عند سليمان بن بلال، أما المسندي فبخاري، وأبو عامر العقدي بصري. أيضا أن رجاله رجال الجماعة سوى المسندي، فقد انفرد البخاري بالرواية عنه من الجماعة، وروى أبو عيسى الترمذي عن البخاري عنه. أيضا أنه قد أسلم جد البخاري على يد يمان جد المسندي. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي ربيعة الرأي عن يزيد مولى المنبعث. أيضا أن هذا هو أول محل ذكر زيد بن خالد ويزيد مولى المنبعث في الصحيح. أيضا أن يزيد ليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث. أيضا أن في هذا الإسناد التحديث والعنعنة، وقد أخرج الإمام البخاري في كتاب اللقطة باب ضلة الإبل هذا الحديث، فقال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني. وفي باب ضلة الغنم قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد، فانتظم بذلك التصريح بالسماع في الإسناد كله. واضح كده؟ انتظم كده التصريح بالسماع في الأول، من الأول الإسناد إلى آخره. نعم. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا في العلم، وفي المساقاة، وفي اللقطة، وفي الأدب. حديث خالد، حديث زيد بن خالد هذا متفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه في كتاب اللقطة، وأخرجه من الأئمة الأربعة أبو داود في اللقطة، والترمذي في الأحكام، والنسائي في السنن الكبرى. أما شرح هذا الحديث فقوله رضي الله تعالى عنه سأله رجل، قال الحافظ رحمه الله هو عمير بن مالك، ده أول كلام الحافظ ابن حجر في تحديد الاسم، في تحديد هذا المبهم أنه عمير بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال رواه الإسماعيلي وأبو موسى في الذيل من طريقه، وكذا الطبراني في الأوسط من طريق ابن لهيعة عن عمارة ابن غزية عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أنه قال سألت. وفي رواية سفيان الثوري عن ربيعة عند الإمام البخاري جاء أعرابي، وذكر ابن بشكوال أنه بلال المؤذن رضي الله تعالى عنه، لكن تعقب هذا بأنه لا يقال لبلال أعرابي رضي الله عنه، ولكن الحديث عند أبي داود، وفي رواية صحيحة جئت أنا ورجل معي، فيفسر الأعرابي بعمير بن مالك، ويحمل على أنه وزيد بن خالد جميعا سأل عن ذلك، وكذا سأل بلال أيضا. قال ثم وجدت في معجم البغوي وغيره من طريق عقبة ابن سويد الجهني عن أبي سويد أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال عرفها سنة الحديث وسنده جيد، قال وهو أولى ما فسر به المبهم الذي في الصحيح. يبقى كده الحافظ ابن حجر ذهب في كتابه إلى ابن عمير بن مالك، وعاد وقال في كتاب اللقطة قوله جاء أعرابي، وفي رواية مالك عن ربيعة جاء رجل، قال وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتأخرين أن السائل هو بلال رضي الله تعالى عنه، ولم أرى عند أبي داود في شيء من النسخ شيئا من ذلك. وفيه بعد أيضا، لأن بلال كما قلنا لا يوصف بأنه أعرابي، وقيل السائل هو الراوي يعني زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه،
وفيه بعض أيضا لما ذكرناه، ومستند من قال ذلك ما رواه الطبراني من وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسناد، فقال فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا سأل أو أن رجلا سأل على الشك. وأيضا فإن في رواية ابن وهب المذكورة عند زيد بن خالد أتى رجل وأنا معه، فدل هذا على أنه غيره، ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل. قال ثم ظفرت بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والباوردي والطبراني كلهم من طريق محمد ابن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم أوثق وعاءها، فذكر الحديث، وقد ذكر أبو داود طرفا منه تعليقا ولم يسق لفظه، وكذا البخاري في تاريخه قال وهو أولى ما يفسر به المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد. فعلى هذا يكون قد رجح كونه سويد الجهني ولم يذكر في اللقطة عمير بن مالك، ماشي كده؟ يبقى في اختلاف على اسم هذا الرجل السائل، هو عمير بن مالك، بلال ده فيه بعد، أو زيد بن خالد أو سويد الجهني، وسويد وزيد كلاهما جهنيين، ماشي كده؟ طيب هنا الكلام بقى عمير بن مالك، وذكرها مرة وبعد كده لم يعد إلى ذلك، قيل إنه زيد نفسه، وقيل إن كان زيد مع السائل فنسب السؤال إلى نفسه بحكم أنه كان متواجدا معه، وفي النهاية رجح إن هو مين؟ سويد الجهني. سويد الجهني ليه أهل العلم ممكن يهتموا باسم السائل؟ عامة هو المبهم من الصحابة لا يضر، لكن ما هيش هي ديت القضية، أحيانا ممكن يكون في عناية باسم السائل لأن حيترتب على العناية بمعرفته فائدة شرعية، إنها ممكن يبقى فيها ترجيح لمسألة فيها خلاف عند أهل العلم، زي مثلا في حديث المسح على الجورب، حديث المسح على الخفين بتاع جرير بن عبد الله البجلي، ليه في عناية بحديث جرير بن عبد الله البجلي في المسح على الخف؟ لأن البعض ذكر إن المسح على الخف منسوخ، ماشي كده؟ فكان إسلام جرير رضي الله تعالى عنه بعد نزول آية المائدة اللي فيها الايه المسح، ومسح جرير وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح، فده يدل على عدم الايه على عدم الناس. يبقى احيانا في عناية باسم الصحابي والامر دوت، لان حيترتب عليه ترجيح في مسائل شرعية او في مسائل اختلف فيها اهل العلم، فاحيانا ما يبقاش في اهمية لمعرفة السائل الا ان الشارح عايز يتعرض لمثل هذه المسألة ويقف على هذه الفائدة، إذ ربما لم يسبق إليها فتبقى فائدة، وإن كان لا يترتب عليها كبير إيه؟ كبير أهمية أو كبير معنى، إلا في مواضع وفي مواطن معينة يبقى في عناية باسم الإيه؟ باسم الصحابي لما يترتب عليه من فائدة في الترجيح بين أقوال أهل العلم على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله عن اللقطة يقال لقطت الشيء لقطا من باب قتل أي أخذته، يبقى التقط يعني أخذ الشيء. واللقطة شرعا قال ابن عرفة من المالكية مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا. التعريف هنا مال وجد بغير حرز، بغير حرز لأن المأخوذ من الحرز يبقى إيه؟ سرقة. إذا كان مال محرز وهذا المال بلغ نصابا، نصاب السرقة وليس نصاب الزكاة، ومن حرز وليس للآخذ فيه شبهة، ويكون الآخذ مكلف عاقل، واضح كده؟ فالاحتراز هنا إن هو إيه؟ لم يؤخذ منين؟ من حرز، يعني موجود في الطريق في كذا في كذا، يبقى ليس مالا إيه؟ ليس مالا محرزا محترما. فده برضو قيد إن الأمور البسيطة اليسيرة التي يعني يزهد فيها الناس أو يزهد فيها أوساط الناس أو أواسط الناس يزهدون في مثل هذا الأمر، فهذا لا يسمى
لقطة وللآخذ أن يستنفقها أو يأخذها أو يأكلها بمجرد أن يلتقطها، ما فيهاش مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة ساقطة في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأكلتها رغم أنها فين في الطريق، فمجرد ما التقطها يجوز أن أنا إيه. فلو لقيت مثلا يعني تمرة بتاعة الحاجات الحلويات السكاكر ديت أو شيء من هذا القبيل، مش حضور بقى أعرفها، لأن دي أمور لا تتتبعها همم الناس، لا تتتبعها همم الإيه؟ همم الناس. واضح كده؟ ألم من الأقلام البسيطة بتاعتنا ديت مثلا، فهذا لا يتتبع همم الناس، مش كده؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور. فيبقى محترما خرجت الإيه؟ الأمور الإيه؟ الأمور اللي يزهد فيها أغلب الناس أو أوساط الناس. واضح كده؟ نعم. ليس حيوانا، فهنا طلعها حددها أنها تكون في الحالة الإيه؟ في الأموال، في الأمور العينية، ما تنفعش في الإيه؟ في الحيوانات. وعلى هذا أطلق الإيه؟ اللقطة. لكن الشافعية والحنابلة يطلقون لفظ اللقطة على الحيوان وغير الحيوان. يبقى هم عملوا إيه هنا؟ وسعوا، عمموا المسألة، عمموا المسألة. وعلى هذا فبعض الفقهاء يفرق بين اللقطة وبين الضالة. فاللقطة هتبقى في الأموال، الأمور العينية، الذهب، الفضة، أموال، أي شيء من هذه الأمور المستعملة. والضالة هتكون دائما أبدا على الإيه؟ على البهائم، على الحيوان. نعم. باعتبار أن اللقطة تطلق على غير الحيوان والضالة تطلق على الحيوان، وبعضهم يطلق لفظ اللقطة على الجميع، يبقى الكل لقطة، الكل إيه؟ الكل لقطة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها بهمزة الوصل من المعرفة، قال النووي معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا يختلط بماله ويشتبه عليه. يبقى بمجرد ما يلتقطها لازم يعرف ايه اوصفها، اذا كانت مما يعد يبقى لازم يعده، اذا كانت اموال يبقى لازم يعرف العدد، حاجة تانية يبقى لازم يعرف الوصف والشكل النقش كده، إذ ربما طبيعي أنه هيحطها في وسط الحاجة بتاعته مثلا، فيبقى متميزة عن إيه؟ عن غيرها. ولما يأتي من يذكر أوصافها يبقى هو على طول إيه؟ حاضر في ذهنه، فإن تطابقت الأوصاف والعدد يبقى يدفعها إلى صاحبها. نعم. اعرف وكاءها، الوكاء بكسر الواو هو الخيط الذي يشد به المال في الخرقة، وده بيبقى حاجة كده زي الكيس، ويبقى في أعلى زي كده خيط مدكك كده، فمجرد بيتفتح ويتشد الخيط من الطرفين ويقفل هذا الوكاء. نعم. هو الخيط الذي يشد به المال في الخرقة، يقال أوكيته إيكاء فهو موكى بلا همز، فهو موكا بلا همز. أو قال وعاءها، يبقى الوعاء هنا إيه؟ عن الوكاء. وعفاصها بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة، وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، جلدا كان أو غيره. ويطلق العفاص أيضا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة، يعني بمثابة كده الإيه؟ الغطاء، لكن مش داخل في القارورة، مش داخل في الإيه؟ يكون من الخارج يعني. نعم. لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة، يعني تبرم حتة خرقة كده تجي زوله دفسها كده في القارورة أو في الزجاجة ونحو ذلك، فهو الصمام بكسر الصاد، يقال عفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها، وأعصفتها إعفاصا إذا جعلت لها عفاصا، ثم عرفها سنة أي اذكرها للناس، اذكرها للناس سنة. نعم. ذهب الفقهاء إلى أن الملتقط يعرف اللقطة خلال مدة التعريف عقيب ضياعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعريف حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفورية، وهذا على الراجح المختار من أقوال أهل العلم، إلا ففيها خلاف، هل الأمر يقتضي الفورية أم هو الأمر على التراخي؟
على الطرق. فالراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن الأمر يقتضي الفورية، ولأن القصد من التعريف وصول الخبر إلى صاحبها، يبقى لو تراخينا، لكن الفورية تقتضي نعم وصول الخبر إليه، ولذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متواليا بمجرد ما فقدت وانت وجدتها بادر إليه إلى تعريفها، لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقيب ضياعها، فيجب تخصيص التعريف به في النهار دون الليل، لأن النهار مجمع الناس. وهذا لا ينفي مثلا أنه ممكن لا تعرف بالليل أيضا، لكن ممكن تعرف برضو نعم، لكن النهار بيبقى إيه؟ دائما أبدا هو مجال الإيه؟ مجال البحث والسؤال وكذا نعم. وملتقاهم دون الليل، ويكون التعريف في اليوم الذي وجدها فيه ولأسبوع بعده، لأن الطلب فيها أكثر فيعرفها في كل يوم، ولا يجب بعد ذلك متواليا. إن الحاجة لما بتفقد أو بتضيع بتبقى الهمة عالية في البحث في أول الوقت، أول يوم تاني يوم أسبوع كذا كذا، بعد كده ممكن النفس إيه؟ خلاص يعني تيأس من إيجادها أو كذا، فيبقى ما فيش همة بقدر إيه؟ بقدر أول ما فقدت أو أول أيام ضياعها. فبالتالي يبقى التعريف وذكر اللقطة يكون في هذه الأيام على إيه؟ على أشده. أما بعد ذلك لا يلزم فيه التتابع والتوالي، ممكن هو يتراخى شيئا ما، يتراخى شيئا ما إلى تمام السنة، إلى تمام السنة. ويعرف في المكان الذي وجدها فيه، لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها. يعني دائما أبدا حفتك ضاعت مني فين، كنت فين، كنت في المكان الفلاني، فما روحش أنا أعرفها مثلا إحنا هنا، فما روحش أعرفها مثلا في سيدي بشر مثلا، لا أنت لقيتها هنا، أنت رايح تعرفها هناك ليه؟ يبقى عرفها هنا لأن الهمة هتكون فين؟ أنا والله في المكان ده كان آخر مكان فيه هو ده، يبقى إيه اللي أنت تروح تعرفها في المنطقة بتاعتك ليه؟ تعرفها في المكان اللي أنت إيه؟ وجدتها فيه، لأن صاحبها حيجي يدور فيها في نفس هذا المكان، فبهذا أيسر عليه، لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها، لأنه يطلبها غالبا حيث افتقدها. ممكن تكون في موقف مش كده؟ صاحبها بالتالي حيجي يعمل ايه؟ لو حيجي عند الموقف، فما تجيش تتعرض، انا لقيتها في الموقف، يبقى الموقف ده مكان السيارات، مكان الحافلات كذا، يبقى اعرفها في هذا المكان ان صاحبها حيرجع يدور يسأل في محيط المكان حد لقى كذا او كذا او صفه كذا الى غير ذلك من هذه الامور. نعم. كما تعرف ايضا على ابواب المساجد والجوامع في الوقت الذي يجتمعون فيه كأدبار الصلوات، ولا ينشدها داخل المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا ولورود النهي عن ذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد، يبقى برا الإيه؟ برا المسجد. وفي رواية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال: أخذت سرة 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها. وهذا متفق عليه. يبقى هنا كان عند الرواية هنا اعرف الوكاء واعرف العفاص الوعاء، واعرف هنا زادت العدد، زاد هنا الايه؟ العدد. طيب، قال القرطبي: هذا الأمر الملتقط بتعرف هذه الأمور الثلاثة يفيد إباحة حل الوكاء. يبقى أنا لقيت مثلا شنطة، الشنطة دي مقفولة، ما احفظهاش عندي زي ما هي مقفولة، أفتحها، إذا كان فيها أموال أعد الأموال اللي فيها، مش كده؟ إذا كان فيها مال لازم أعد ليه؟ أعد المال اللي فيها عشان أبقى عارف العدد. ده النص في هذه المسألة. فهذا أمر إن أنا للملتقط إنه يعمل إيه؟ لو كان لو لقى حاجة مقفولة، سرة، محفظة، لازم يفتحها ويشوف اللي فيها، ويعد إذا كان مال يعد المال اللي فيها. واضح كده؟ طيب، قال: هذا أمر للملتقط بتعرف هذه الأمور الثلاثة يفيد إباحة حل وكائها والوقوف على عينها وعددها للملتقط. وفائدة ذلك أنه إذا جاء من عرف أولئك الأوصاف دفعت له، أول ما يجيني يبقى حقول له إيه؟ عرفها لي، فأقول والله دي شنطة،
أو محفظة صفتها كذا، لونها كذا، من جلد أو من قماش أو كذا، واضح؟ طيب، وبعدين في داخلها مثلا في كذا وكذا وكذا، وفيها مبلغ قدره كذا، قدره كذا، يبقى عرف ولا ما عرفش؟ اتفضل الشيء بتاعك أو المحفظة بتاعتك أو الحافظة، الشنطة بتاعتك، الحقيبة بتاعتك. نعم. قال كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه. وهذا الحديث عند الإمام مسلم، وظاهره اشترط معرفة مجموع تلك الأوصاف الثلاثة يعني، وأنها تدفع له بغير بينة، بغير بينة، مجرد ما يقول هذه المسألة يبقى على طول أدفع له ليه بس. وقد اختلف في المسألتين، فأما المسألة الأولى اللي هي مجموع الأوصاف، فقال ابن القاسم لا بد من ذكر الجميع الثلاثة، يعني الوكاء والعفاص والعدد، لكن أصبغ لم يعتبر العدد. يبقى أكن المسألة هنا إيه؟ ابن القاسم أعمل الحديث اللي فيه زيادة العدد، في حين أن أصبغ أعمل الحديث اللي فيه إيه؟ الاثنين بس، اللي هو الوكاء والإيه بس كده. أعمل هذه المسألة، نقول لا، الراجح إعمال الإيه؟ إعمال الرواية اللي فيها إيه؟ اللي فيها الثلاثة، لأنها جاءت بزيادة، والزيادة هنا إيه؟ واجب الأخذ بها. نعم. ولم يعتبر أصبغ العدد، وظاهر الحديث حجة لابن القاسم، ولأصبغ التمسك بالحديث الذي ليس فيه ذكر العدد، لكن حجة ابن القاسم أرجح وأوضح، لأن من ذكر شيئا حجة على من سكت عنه، ولأنه باب حمل المطلق على المقيد. فإذا أتى بجميع أوصافها فهل يحلف؟ أجيب المسألة الثانية، هل يحلف يعني يقسم أن دي بتاعته؟ إذا ذكر الأوصاف، إذا ذكر الأوصاف يعني ذكر الوكاء وذكر العفاص وذكر العدد، خلاص كده. طب الحديث فيه تحليف؟ مفهوش تحليف، يبقى معنى كده ظاهر الحديث أنه إيه؟ إذا ذكر الأوصاف الثلاثة دفعت إليه بلا تحليف أو بلا يمين. نعم. فإذا أتى بجميع الأوصاف فهل يحلف مع ذلك أو لا؟ قولان: النفي لابن القاسم وتحليفه لأشهب. قلت قول ابن القاسم هو الأرجح لظاهر الحديث، والله أعلم. أما كيفية التعريف، يعني الملتقط يعرف إزاي اللقطة وأن معاه إن هو وجد لقطة، قال أهل العلم يجب أن يذكر من يتولى التعريف جنس اللقطة ونوعها ومكان وجودها وتاريخ التقاطها، ولا سيما إذا تأخر في التعريف، يعني إذا لقى خاتم من ذهب، خاتم من فضة، يبقى لازم يقول ووجد إيه؟ ووجدت خاتما من ذهب، خاتما من فضة، ووجدت مثلا المحمول أو الكذا، لابد يعرف إيه الحاجة، لكن مش هيعرف الصفات، مش هيعرف إيه الصفات، لكن بيعرف إيه؟ الشيء اللي وجد، الشيء اللي وجد، لكن ما يقولش والله وجد شيء، ما الأشياء هتبقى كثيرة والناس ضاعت منها حاجات كتير، لكن لما تقول والله وجد خاتم من ذهب أو وجدت خاتما من ذهب بس كده، في المكان الفلاني، في يوم كذا، ليلا نهارا، أمام كذا، المكان الفلاني، أمام كذا، أمام محل، أمام مسجد، شيء من هذا القبيل من العلامات، هو ده اللي مطلوب منك. لكن مش مطلوب منك مثلا إذا كان في نقش أو كذا أنت تقول إيه النقش بتاعه إيه، لا، لأن دوت على مين بقى؟ ده على الصاحب، على صاحب هذا الشيء عندما يأتي لتعريفي، عندما يأتي إيه اديني صفته، أقول لي والله صفته كذا. طب ده إيه كمان؟ ده ممكن كمان يقول لي الجرامات بتاعته، ده كم، ده وزنه قد كده، 4 جرام، 5 جرام مثلا، شيء من هذا القبيل، فيبقى عارفه كمان وعارف نقشه وعارف وزنه، كل هذه الأمور، يبقى كده بيديني أوصاف إيه منضبطة. نعم. فيبقى إذن المسألة فيها كم طرف؟ طرفين، طرف التعريف للملتقط وصيغة التعريف هيعرفها ازاي، يبقى التاريخ، الزمان، ليلا نهارا، المكان التي وجدت فيه، علامات المكان، الشيء دوت ما هو، كنه الشيء بس كده، ما هو الذي وجد، ساعة مثلا تكون ساعة قيمة او شيء من هذا القبيل، ساعة وجدت ساعة، لكن ما اقولش مثلا ماركة الساعة ايه، مش كده، ان ماركة الساعة دي هيقولها لمين، صاحبها، وهكذا. نعم. كيفية التعريف، يجب أن يذكر من يتولى التعريف جنس اللقطة ونوعها ومكان وجودها
وتاريخ التقاطها، ولا سيما إذا تأخر في التعريف، كما له أن يذكر عفاصها أو وكاءها، لأن في ذكر الجنس أو النوع أو العفاص أو الوكاء ما يؤدي إلى انتشار ذلك بين الناس فيؤدي إلى الظفر بالمالك. يعني والله وجدت إيه؟ شنطة حقيبة جلدية، واضح كده. أنا اللي يهمني إن إيه اللي بداخلها، ماذا، ما هو من عدد أو كذا أو كذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. ويجب على المعرف ألا يستوفي جميع أوصاف اللقطة حتى لا يعتمدها كاذب فيفوتها على مالكها، ودي تبقى مسألة تانية. يعني أنا أبتدي بقى بسلامتني أقول ده كذا كذا كذا، أو أجي لغير مثلا لغير أمين وابتدي أقول له ده كذا فيها كذا وكذا، يتفق مع واحد تاني وجاي، لا، واضح كده. وده نسأل الله العافية يعني في خراب الذمم يعني. نعم. ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. يبقى هنا بينقلني الأمر تاني. طب عرفتها ومضت المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرف عليها أحد، جاز لي أن إيه؟ أن أنتفع بها، أن أنتفع بها، واضح كده. لكن هل الانتفاع ده هو انتفاع مطلق وخلاص صارت ملكا لي؟ لا. فمتى جاء صاحبها؟ حتى بعد مضي المدة، حتى بعد مضي المدة، فعرفها صارت دينا في ذمتي، فإن كانت موجودة ردت إليه، وإلا فالقيمة، وإلا فالإيه، وإلا فقيمتها، وإلا فإيه، فقيمتها. نعم. قال الخطابي: بيان أنها له بعد التعريف يفعل بها ما شاء، بشرط أن يردها إذا جاء صاحبها إن كانت باقية، أو قيمتها إن كانت تالفة. فإذا ضاعت اللقطة نظرا، فإن كان في مدة التعريف يعني في مدة السنة لم يكن عليه شيء، لأن يده يد أمانة. لكن هذا القول بإطلاق فيه نظر، والظاهر والله تعالى أعلى وأعلم التفريق. فإن كان مفرطا ضمنا كالوديعة، وإن لم يكن مفرطا دعا بغير تفريط فلا ضمان عليه. هذا هو الراجح الظاهر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وإن ضاعت بعد السنة فعليه الغرامة، لأنها صارت دينا عليه، يعني بقى الدين في الذمة، دينا في الذمة. وقال الإمام النووي رحمه الله: فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه، بل هو كسب من أكسابه لا مطالبة عليه به في الآخرة. وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، أخذها بالزيادة المتصلة دون المنفصلة. المتصلة يعني لو خدها عند رباها فثمنت، يبقى ازدادت ولا لا؟ ازدادت، فهذه زيادة متصلة، فحيردها زي ما هي، زي ما هي بهذه الزيادة، كالسمن في الحيوان. وتعليم صنعة يعني لو لقى اللي لقى دوت عبد فخده، أما علمه صنعة فحيرده بالإيه؟ بالصنعة. أو الحيوان نفسه درب على شيء من أنواع التدريبات، كإن كان مثلا من الحاجات اللي ممكن تصطاد أو شيء من هذا، دربه على الصيد، فده حيرد، حياخد منه الشيء ده ازاي؟ فحيرد بالشيء ليه؟ المتصل به. نعم. ونحو ذلك. أما المنفصلة كالولد واللبن الصوف، فهذه لا إيه؟ لا ترد، فهذه لا إيه؟ لا ترد. لكن هنا ممكن يبقى فيه كلام لو كانت جايله هي عشر، عشراء، مش كده؟ دي حاجة، بخلاف لو إنها كانت عنده وهو إيه؟ جاء. فدي مسألة. نعم. أخذ اللبن منها، أخذ الصوف أو الشيء منها، كل هذا لا إيه؟ لا يرده. في كلام برضو لأهل العلم في النماء المتصل أو النماء الإيه؟ المنفصل، يأتي في محله إن شاء الله تبارك وتعالى في تفاصيل أخرى تأتي في موضعها إن شاء الله. قال: فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم
الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور. وقال داود يعني الظاهري داود بن علي رحمه الله لا يلزم، والله تعالى أعلى وأعلم. قلت والراجح هو قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. يبقى هنا لم ينتقل الملك بالكلية، لكن أنت تتصرف فيها بعد مضي مدة التعريف، وبعد كده استنفقها، أنت انتفع بيها بوجوه المنافع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسقطهاش من ملك صاحبها إلى ملكك، ولكن جعلها إيه؟ وديعة. والوديعة لابد أن إيه؟ أن ترد متى جاء صاحبها. ده حكم الإيه؟ حكم الودائع. فإن جاء طالبها يوما من الدهر، أي يوم من الدهر بقى بعد التعريف دوت، أي يوم من الدهر وأنت استنفعت واستنفقت إلى غير ذلك، فأديها إليها، فأديها إليه. تبقى هي إيه؟ بعد المدة التعريف وأنت استمتعت بها واستنفقتها إلى غير ذلك، بقيت إيه؟ بقيت في دينك، لا تبرأ بها الذمة. فمتى جاء صاحبها ردت إلى صاحبها. نعم. والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية، بل متى جاءها فأدها إليه إن كانت باقية، وإلا فالبدل، وإلا فالبدل. قال السائل فضالة الإبل أي ما حكمها؟ فحذف ذلك للعلم. ضالة الإبل بيسأل عن الإيه؟ عن الحكم. إيه الحكم المترتب لنا وجدت ضالة الإيه؟ ضالة الإبل. نعم. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها. يبقى هنا السائل في تكرار أو في تقدم إيه؟ في تقدم نهي، في تقدم نهي. فكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان النهي إيه؟ متقدما عن التقاط ضالة الإبل. وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين التقاطه، وهنا حيجي الكلام على إيه؟ ضالة الغنم. يبقى في أمور تلتقط وفي أمور لا إيه؟ لا تلتقط. فإن أنت تخلط هذا بهذا وتقيس هذا على هذا، يبقى هذا قصر في الفهم أدى إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال القرطبي وغضبه عليه الصلاة والسلام حين قال ذلك يدل على تحريم التعرض لضالة الإبل، لأنها يؤمن عليها الهلاك لاستقلالها بمنافعها، وقد نص على ذلك بقوله في الرواية الأخرى دعها، ومقتضاه المنع من التصرف فيها مطلقا، وأن تترك حيث هي، وأن تترك حيث إيه؟ حيث هي. لكن هذا إذا لم تكن بأرض مسبعة، يعني إذا لم تكن في أرض كثيرة الوحوش كثيرة السباع، إن السباح من شأنها تعمل إيه؟ تفترسها. لا، أنت مطالب في هذه الحالة إيه؟ تلتقطها، وتلتقطها هنا وجوبا. ليه؟ عشان تحفظها. يبقى أنت بتاخدها عشان إيه؟ عشان تحفظها، لا تضيعها على إيه؟ على صاحبها. على إيه؟ على صاحبها، تتركها فيه، فما تاخدش بظاهر النص أسيبها. طب أنت لو سبتها السباع والوحوش هنا إيه؟ يبقى أنت عملت إيه؟ تسببت في ضياعها على صاحبها. مش في الحالة تاخدها وأنت تعمل بيها إيه؟ تحفظها إلى صاحبها حتى يأتي صاحبها فتردها إليه. نعم. وعلى هذا يدل حديث مطرف عن أبيه، مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن رجلا قال يا رسول الله هوام الإبل نصيبها؟ قال ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح على شرط مسلم، أي أن ضالة المسلم تكون سببا للدخول في النار إذ لم يؤدى حقها، إذ لم يؤدى الملتقط إيه؟ حق هذه الضالة. ولذلك الأمر فيها إيه؟ شديد، الأمر فيها إيه؟ شديد. نعم. قال العلماء هكذا كان في أول الإسلام، وعلى ذلك استمر زمن أبي بكر وعمر. فلما كان زمن عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وكثر فساد الناس. يبقى إذن مهم جدا جدا ان انت وانت بتقرأ النص الشرعي، انت بتقرأ النص الشرعي تشوف ايضا الواقع اللي انت فيه، تشوف الايه؟ الواقع اللي انت فيه. خربت الزمن، تغيرت الزمن،
وتغيرت أحوال الناس وكذا وكذا وأصبح الناس لا يبالون بأكل الحرام وكذا، فما تجيش أنت تقول أنا نفذت إيه؟ إن هذا ليس مطلوبا أن أنت تنفذ ظهر النص بهذه الطريقة مع زمن فيه إيه؟ فيه فساد. واضح كده؟ لا، يبقى تخلي بالك من هذا الأمر. يبقى قراءة النص لا تكون بمعزل عن الإيه؟ عن الواقع. فكان في زمن تترك، فيش مشكلة في هذا الأمر، زمن خير، زمن أمن وسلام وقلوب صافية تخشى ربها تبارك وتعالى، واقفة عند حدود الله تبارك وتعالى، إيه المشكلة في هذا الأمر؟ لكن لما يدور الزمان ويختلف الزمان وتفسد الزمم والعياذ بالله تبارك وتعالى، يبقى الفساد واستحلال أسهل شيء على الناس والعياذ بالله هو الحرام، لا يبالون أمن حرام هو أم من حلال أم كذا أم كذا إلى غير ذلك مما يرتع فيه الخلق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما تجيش تقول لي أنا كده عملته بالنص، لا، يبقى أنت أديتها إلى الإيه؟ أديت إلى الضياع، أديتها إلى الضياع، وأنت مطالب بالحفظ، وأنت مطالب بالإيه؟ بالحفظ. فيبقى مهم جدا مع النص أن أنت تشوف كمان الإيه؟ الواقع، فما تاخدش النص بعز في معزل عن الإيه؟ بمعزل عن واقع الناس. نعم. وكثر فساد الناس واستحلالهم، طبعا شوف استحلال يبقى الأصل الإيه؟ التحريم. نعم. واستحلالهم رأوا التقاطها، رأوا التقاطها وضمها والتعريف بها، وهذا كله منهم وفاء بمقصود هذا الحديث في لقطة الإبل، لأن القصد هو الإيه؟ الحفظ والرعاية حتى تؤدى إلى صاحبها، ففي تركها يبقى إيه؟ في تركها ضياع وإتلافها على صاحبها، مش كده؟ وانت مطالب بالحفظ، يبقى مش الحفظ ان انت زكاية مستغنية بس تسيبها، لا، ده الحفظ ان انت ايه؟ ترعى كل العوامل المحيطة بها، ترعى كل العوامل المحيطة ايه؟ المحيطة بها حتى تؤدى، فهذا هو ايه؟ فهذا هو حفظها، فهذا حفظها او من حفظها. نعم. فإن مقصوده انها اذا امن عليها الهلاك وبقيت بحيث تتمكن مما تعيش به من الأكل والشرب حتى يجيء ربها فيجدها سليمة، فحينئذ لا يتعرض لها أحد. يبقى في الصورة ديت محدش إيه؟ محدش يقرب لها، هي هترعى وتاكل وتشرب إلى غير ذلك من هذه الأمور، أنت مالكش دخل بها. لكن إذا وجدت في بيئة تتعرض فيها إلى الهلاك كوجود وحوش أو قطع طريق أو لصوص أو فساد زمم إلى غير ذلك، يبقى عليك أن أنت إيه؟ تلتقطها حتى يأتي ربها أو صاحبها فتردها إليه. نعم. فلو تعذر شيء من ذلك وخيف عليها الهلاك أو السرق التقطت وحفظت، لأنها مال مسلم فيجب حفظه ولا تؤكل، فيجب حفظه ولا تؤكل. نعم. وإن كان يعني اللفظ لو توسعنا فيه إن ما نصش على أنها مال مسلم، لكن هو أي مال مطلق يجد الإنسان، يجد الإيه؟ الإنسان لقطة كانت أو ضالة، لقطة كانت أو إيه؟ أو ضالة، أيا ما كان لمسلم أو لغير إيه؟ أو لغير مسلم، فبس كده يعني تزود فيها إيه؟ على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الإيه؟ على أنها كونها لمسلم. نعم. فيجب حفظه ولا تؤكل، ولو كانت بالمواضع المنقطع عن العمران البعيدة، وسوقها ممكن ومؤنتها متيسرة بخلاف الغنم. فقال وما لك ولها، يعني ما لك ومال ضلة الإيه؟ ما شأنك بضلة الإبل معها سقاؤها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال ما لك ولها، يبقى في زجر أنت تقربها، فبين صلى الله عليه وسلم السبب، وده ربط ما بين الحكم وسببه، فإيه السبب اللي يخليك لا تقربها؟ فقال صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها، السقاء بكسر السين أي الجوف، جوفها، والمراد به أنها تشرب وتأخذ الماء في جوفها وتكتفي به أياما، وده يعني من إعجاز الخالق سبحانه وتعالى في هذه الكائنات. نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله معناها أنها تقوى على ورود المياه
وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها أياما، وحذاؤها بكسر الحاء أي خفها، والمراد أنها تقوى به على السير وقطع المفاوز، ما فيش عليها مشقة في أنها إيه؟ تمشي به أميال مئات بآلاف الأميال، ما فيش مشكلة معها في هذا الإيه؟ في هذا الأمر، تقدر أنها تكتر وتطلع الطعام مرة تانية، يعني ما شاء الله، ولذلك سميت بسفينة الإيه؟ سفينة الصحراء. نعم. قال القرطبي: أصل الحذاء ما يحتذي به الإنسان من نعل أو غيره، والسقاء ما يشرب به، فيعني أن الإبل لا تحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه غيرها من البهائم أو من المواشي، فإنها تمشي حيث شاءت وتأكل من الأشجار وترد على الأنهار. وقال الحافظ: أشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركز في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكل بغير تعب لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط، هي مستغنية بذاتها بما جبلها أو بما خلقها الله تبارك وتعالى عليه، فتقدر أنها تكتر وتقدر أنها تشرب الماء وتقدر تسعى وتلتقط بطول أعناقها الحاجات الصعبة من على الشجر المرتفع بخلاف غيرها. يبقى ما شأنك بها إذا كان كل ذا موجود؟ يبقى أنت مالك وما لا تأخذها لي. نعم. ترد الماء، ورد الماء والموضع يرده ورودا بلغه ووصل إليه ودخله، كما في قوله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. يبقى الآلهة اللي انتم بتعدوها دي وبتدعونها من دون الله عز وجل، لو كانت آلهة ازاي دي ترد النار؟ المفروض انها تمتنع بقى، لو كانت آلهة يبقى لها ايه؟ لها منع ذاتية، مش كده؟ لكن لما ترد النار يبقى انتم كيف تعبدونها من دون الله عز وجل؟ او لم يدخله، كقوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني هنا ورد بلغ ووصل لكن لم ايه؟ لم ينل من الماء شيئا، لم يأخذ من المال شيئا عليه الصلاة والسلام. والوصف للفاعل وارد، الوصف للفاعل وارد، ومنه قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. يبقى الوارد هنا ليه؟ الفاعل هو الذي يستقي لهم الماء ويرد الماء. والمفعول مورود، والمفعول مورود، ومنه قوله تعالى عن في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، والعياذ بالله. قال: ترد الماء وترعى أي تأكل الشجرة ما قام من النبات على ساق واحدة، ده نسميه شجر. وقالوا النجم، النجم اللي هو إيه؟ ليس له ساق، ليس له ساق. نعم. وسمي شجرا لدخول بعض أغصانه في بعض، تبقى كده إيه؟ ملتفة يعني متداخلة. فذرها حتى يلقاها ربها أي صاحبها. يبقى هنا جواز إطلاق الرب على الإيه؟ على صاحب المال وعلى صاحب الإبل وعلى صاحب البيت إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم. قال: فضلة الغنم أي ما حكمها؟ أهي مثل ضلة الإبل؟ طب الإبل وعرفنا الحكم بتاعها خلاص، طيب وضلة الغنم برضو إذا وجدتها أسيبها ونفس الحكم بتاعها، يا ترى هو حكم الإبل المذكور آنفا؟ نعم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. يبقى اختلف الإيه؟ اختلف الحكم، لك أو لأخيك أو للذئب، فمعناه الإذن في أخذها، طالما قال لك يبقى إيه؟ لك أن تأخذها، إن لم تأخذها أنت فلأخيك، أو لصاحبها إذا كان هو اللي حيجي يدور عليها، أو إلا إن لم تكن أنت ولا هو فإيه؟ دي سهل إن إيه؟ الذئب يعمل فيها إيه؟ يفترسها وتكون طعام له. نعم. لك أو لأخيك أو للذئب، هنا العلماء اتكلموا على هذا برضو، بيقفوا عند كل جزئية حتى تتم الفائدة، فقال لك لك أو لأخيك أو للذئب، مجرد ما التقطها أتملكها. ليه؟ لأن الذئب لما حيمتلكها حيعمل فيها إيه؟ حيأكلها، مش كده؟ يبقى بالتالي أو 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 ديت تبقى إيه؟ يبقى قال لك لا، خلي بالك اللام هنا مش لام الإيه؟ مش لام التمليك، لأن الأصل إن الذئب لا يملك. ماشي كده؟ فمش للتمليك، عشان ما تقولش إيه بالقياس على الذئب تقوم تتملكها، فهنا اللام ليست لام الإيه؟ ليست لام التمليك. نعم. فمعناه
الإذن في أخذها بخلاف الإبل، وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عما يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع، والغنم بخلاف ذلك، فلك أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها أو الذئب، فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إن أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عند الشافعي وعند أبي حنيفة، وقال مالك رحمة الله على الجميع لا تلزمه غرامتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له غرامة. قال لك فين هنا في غرامة؟ هنا قال لك ما فيش غرام. نعم. واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضلة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها، يبقى تحفظها حد ما يأتي من يطلبها، يأتي صاحبها، يبقى مالكش أنت تستنفقها وانتهى الأمر إلى ذلك. فهذا الحديث عند أبي داود بسند حسن، وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يذكر في هذه الرواية الغرامة ولا نفاها، لكن عرف وجوبها بدليل آخر، عرف وجوبها بدليل إيه؟ بدليل آخر. يبقى لابد أنت تجمع الإيه؟ المرويات اللي في هذه المسألة حتى تتوقف على الحكم الصحيح فيها. نعم. فوائد هذا الحديث: أولا فيه اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم والفتية حال الغضب، لأنه يؤمن عليه ما لا يؤمن علينا صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه بيان مشروعية التقاط اللقطة. كذلك فيه وجوب معرفة العفاص والوكاء والعدد لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، وأمره للوجوب، هذا الأمر أمر مطلق ويفيد الوجوب. كذلك منع التقاط الإبل وما في حكمها من الدواب إذا استغنت بقوتها عن حفظها، فالإبل هنا هتبقى بس دي علامة، لكن ممكن يدخل فيها مثلا فرس، فممكن ده ممكن يستقل بنفسه مثلا في بعض الثور، ممكن يستقل بنفسه، فبرضه يبقى الحكم هو ايه؟ هو نفس الحكم، الحكم هو ايه؟ نفس الحكم الذي في ضلة الإبل. نعم. إلا إذا خيف عليها الضياع جاز التقاطها، يبقى منع التقاط الإبل وما في حكمها من الدواب إذا استغنت بقوتها عن حفظها، إلا إذا خيف عليها الضياع جاز التقاطها، لأنه عليه الصلاة والسلام علل منع التقاطها بكونها ممتنعة بنفسها، ومفهومه أنها إذا لم تمتنع بنفسها جاز التقاطها لحفظها. كذلك فيه وجوب تعريف اللقطة سنة، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير كما هو ظاهر الحديث، إلا أن يكون القليل مما لا يلتفت إليه أوساط الناس، لا تسعى إليه هممهم، ويزهدون فيه ولا يحرصون عليه، فلا يجب تعريفه. وذلك لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه، لأن من حيدور على تمرة وقعت معه مثلا هو جايب كيس تمر أو شيء من هذا القبيل، فمش حتى تنهض همته هو يدور على تمرة مثلا، فهذه بمجرد ما يلتقطها جاز له أنه يأكلها، جاز له أنه يأكلها. واضح كده بدلالة هذا الحديث. طيب، أيضا أن فيه جواز قول الإنسان رب المال ورب المتاع، مش كده؟ نعم. كذلك أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها، فهو أحق بها. كذلك أن الملتقط إذا عرف اللقطة وفق شروطها التي جاءت في الحديث له أن ينتفع بها ويضمنها لصاحبها إن جاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أعرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه، وهو عام لم يفرق في ذلك بين غني وفقير، ودي مسألة مهمة جدا. طيب، كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها دليلا بينا على إبطال قول من ادعى علم الغيب في الأشياء كلها،
أمثال الكهنة والمنجمين وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لو علم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن في قوله في معرفة علاماتها وجه، لم يكن في معرفة علاماتها وجه. بكده نكون انتهينا من هذا الحديث وفوائده على ما قدر الله عز وجل لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.